من الاو تي بي، صباح الخير لكل المشاهدين في هذه الحلقه الجديده من حوار اليوم، ويسرني ان استضيف فيها عضو لقاء ديمقراطي بعد طول الغياب نائب فيصل الصايغ. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. شو كنت صايم على الكلام؟ يعني بتعرفي رمضان وهيك ومناسبات ففضلنا نبتعد شوي. تعادت برمضان لما تحكي شيء ويطلع مش مزبوط، يعني بدك تكون صادق منيح برمضان، حلو الصدق، بس السياسي مش دائما في يكون صادق. هلا بدك تكون صادق للاسف. بتعطينا المعلومات المضبوطة من مصدرها الاشتراكي. خليني ابدا ب اكيد احكي استحقاق رئاسي، بس بدي ابدا بالجديد المهم، عودة سوريا الى الحضن العربي، مع انه انتم ما كثير هيدي كلمه الحضن العربي، يعني امبارح سمعنا رئيس الحزب التقدم الاشتراكي كيف علق عليها. اليوم عادت سوريا، سؤال متى يعود النازحون السوريون الى سوريا؟ اللي هي طبعا اي او كل خطوه بت بت بتقرب من الحل السوري، حل الواقع السوري والازمه السوريه الحاصله، لا سيما ببعد السياسي، كل ما صار في سهوله اكثر لعودة النازحين، كل ما العرب أبدوا استعداد لمساعدة مالية لسوريا كمان يعني بالأخير موضوع النازحين أستاذ جوال، يعني في عدة عوامل. أول عامل أنه إيه بدك تعرفي هل النظام السوري بريد يرجعهم، وإذا بريد قد إيه بده يرجع، قد إيه برأيه لازم يرجع وبأي سرعة، لأنه كمان في قرار. ثاني سؤال، نحن نكون منظمين كلبنانيين للي باقيين وللي بدهم يرجعوا، يعني بدها ترتيب وتنظيم لبناني ووضوح مين ماسك هالملف وكيف عم بيتم التعاطي بهذا الملف على المستوى السياسي والامني طبعا. والنقطه الثالثه اللي هي الاهم، الموضوع المادي، الموضوع الدعم الدولي والاقليمي، لانه بالاخر عندك عم تحكي بنزوح قريب المليونين، عم تحكي بعوده مليون وشوي، لانه في قسم منهم يمكن يبقوا للعماله للشغل، بتعرفي لبنان بحاجه للعمال السوريين، فهل مليون ومليون عم تحكي عم تنقلي بلد من مكان الى مكان، بدها قدرات ماليه هائله، يعني ما في يقوم فيه اكبر من لبنان واكبر من سوريا الموضوع العوده الجديه. هلا بترجع 10,000، بترجع 20,000، بترجع 50,000، هيدي ممكن، بس اذا بدك تحكي بعوده مليون ومليون وشوي، بدهم يروحوا يلاقوا في منازل، في مساكن، في مدارس، في مستشفيات، يعني في اسلوب الحياه كريمه حد الادنى، هاي بده مجهود عربي كبير. ومن هون نحن قد يكون يعني تطور العلاقه العربيه الايرانيه ولاحقا العربيه لا سيما السعوديه السوريه قد تساهم في هذا المجال، وبلشت تلقى نجاحات باماكن معينه، يعني بموضوع الكابتاجون بيظهر الامور الى انحصار، يعني الانفتاح ادى الى انحصار والتنسيق هذا الموضوع. موضوع عوده اللاجئين، هلا تشكلت لجنه وزاريه، لجنه على مستوى الدول الطوق، هذه ان شاء الله بيتم التنسيق. فبرايي انا من هون وبالرايح رح يبدا الحكي الجد بعوده النازحين، وانما هذا ملف بده مجهود دولي. طيب يؤخذ عليكم دائما كحزب تقدمي اشتراكي انه انتم من الاحزاب يلي ما محمسة لعودة النزوح السوري، وأكثر من هيك في بيان كتير لافت لما شفنا عملية ترحيل السوريين، أنه أنتوا طلعتوا ببيان مناهض للكل وقلتوا فيه أنه نحن مش مع اللي عم بيصير، يعني إعادتهم لا يمكن أتتهم إلا بشروط العودة الطوعية، وفهم بوقتها كأنكم أوصتوا كمان على الجيش اللبناني وعلى المؤسسة العسكرية. شو ظروف هذا البيان؟ أنه قلتي لا إله إلا الله، أنه بالأخير قول إلا الله، العودة مطلوبة، العبء اللي حامله لبنان على مستوى البنية التحتية، على مستوى الخسائر، على مستوى المنافسة اليد العامل، منافسة الشركات، منافسة السمول تو ميديوم بزنسز، يعني منا خافي على حدا انه في عبء كبير لهذا النزوح، ومنا خافي على حدا انه في نزوح محق، في قسم منه عن جد عنده مشكلة سياسية وإذا رجع رح يضطهد، وفي قسم لا أخذها بتجارة، يعني في قسم كبير من الموجودين عم يروحوا ويجي على الحدود، فهي بده تنظيم، عشان هيك قلنا بدها تنظيم لبناني وبدها قرار. إنما طريقة العودة نحن اللي متمسكين فيها إنه خليها تكون مدروسة، تكون منطقية، وتكون يعني طوعية مثل بالمعايير، معايير حقوق الإنسان الدولية، تكون اخدينا بعين الاعتبار العودة الطوعية والآمنة للهدى، وفي العديد منهم قادرين يرجعوا بشكل طوعي وآمن. إذا تطور الموضوع العلاقات العربية مثل ما هي ماشي،
والأمم المتحدة أخذت قرار إنه طيب في قسم اللي عن جد هربان من واقع قمعي أو واقع سياسي معين، بس في قسم اللي عم بيروح ويجي، بدل ما تعطوه مساعداته بلبنان أمنوا له هالمساعدات بسوريا بيبقى بسوريا. يعني في قسم كبير من الموجودين موجودين لأنه عم بيقدروا يحصلوا على 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 مساعدات في لبنان، عم يعطوا بطاقاتهم للبنانيين ليروحوا للاستشفاء. فهذا القسم لا، في ظلم، وإنما نحن تركيزنا الأساسي ويمكن ردة فعل رئيس الحزب كانت إنه من ننقل الموضوع مظلوم بوجه اللبنانيين مظلومين، قسم كبير من النازحين السوريين مظلومين، ما نرجع نحط مظلوم بوجه مظلوم ونحول الخطاب إلى خطاب عنصري إلى خطاب، هاي كل همنا. أما مبدأ أنه لازم لبنان يرجع يرتاح، اللبنانيين مظلومين، لا لبناني مظلوم، لبناني مظلوم بهذا النزوح، لم يلقى المساعدة الدولية اللازمة، لم يبقى المساعدة المادية اللازمة، كان بالدول الأخرى اللي في صار عليها نزوح مثل الأردن وتركيا كان في مساعدات أكبر بكتير من دول العالم، نحن استخفوا فينا، كان ممكن يكون التعويض أكبر بكثير يوازي الخسائر اللي عم تحصل. وأنا ما وصلنا لهون بدنا نكون منطقيين، العودة الجدية بالعداد الهائل الكبير أكبر من لبنان وسوريا بدأ قرار عربي جدي، وبدأ قرار دولي جدي، لأنه بدأ أموال بالمليارات عم تحكي، وبدأ أمان، وبدأ ضمانات معينة. أنا برأيي رح نبدأ نشوفها، رح نبلش نشوفها، فينا يبلش يصير الضغط بإطار ضمن القوانين اللبنانية، بإطار أنه المحق اللي منه محق يضل شوي شوي يصير نشوفه ما عليه خطر، يعني تبين أنه راح وإجا، فينا نبلش الدول نطالبها بإعطاء حوافز لهؤلاء أنه لعب ترقون مشوار على لبنان ليقبضوا ويقعدوا شوي كذا، خليهم ببلادهم وعطوهم هالمصاريف. يعني بدأ كمان الأمم المتحدة والمنظمات بدأت تتعاطى بالموضوع، يعني اليوم بخلفية أخرى. اليوم بتضموا صوتكم لصوت البطرياك الراعي لما مبارح طلع قال أنه يروحوا يقدموا لهم هالمساعدات بسوريا. أنت اليوم لا عم قسم لا، نحن بنقول في قسم أنه إيه ما عنده مشكلة سياسي، يعني واضح ما نضحك عنه، واضح انه ما في 1,600,000 و1,500,000 مش كلهم هربانين من النظام، مش كلهم عندهم مشكلة أمنية بسوريا، اللي ما عنده مشكلة أمنية يفترض ينفرزوا بطريقة ما وينعطوا هذه المساعدات كحوافز لإعادة تنمية مناطقهم وقراهم وضياعهم في سوريا. والآخرين هلأ إذا صار تابع الملف الحل السياسي في سوريا عبر مساعدة عربية ومبادرات العربية، ممكن الضمانات العربية تطمن العديدين من الخايفين بالعودة، كمان تعمل طمأنة معينة وضمانات معينة لعودة آمنة، بس هونيك بده يرافقها أموال كبيرة. بس كمان ما بتطرحوا علامة استفهام ليش ما عم ينعطى لبنان العدد الواضح لتعداد النازحين السوريين؟ يعني كل يوم طالبينه مفروض يعطونا اياه، مفروض وقد تكشف، يعني قد تكشف اشياء، يعني يمكن العدد قسم منهم ببين انه عم يروحوا ويجي وقسم يعني في استهتار صراحة، في استخفاف يعني، ونحن علينا بالأخير نحن بلا رئيس، حكومة تصريف أعمال، مجلس ما بيجتمع، يعني كمان ما نحن حاطين حالنا بوضع لا نوحي بالثقة للمجتمع الدولي إنه يتعاطى معنا بجدية اللازمة بهذا الموضوع. يفترض هلأ إن شاء الله هلأ بنحكي إذا صار في رئيس جمهورية من هلأ لحزيران، صار في رئيس جمهورية تشكلت حكومة، يفترض التعاطي بهذا الملف بحزم وبجدية أكثر مع المجتمع الدولي ومع قبل الاستحقاق الرئاسي. أزعجكم موضوع عودة سوريا إلى الجامعة العربية، إلى الحضن العربي؟ يعني شفنا هيك بعض المواقف اللافتة، وبنا موقف وليد جنبلاط ما حفظ الألقاب رئيس الحزب التقدمي، مزح إيه بس إنه بده يعرف وين هيدا الحضن. إذا خلينا نحكي مصلحة لبنان، اللي بمعزل عن موقفنا من النظام ومنه خافي موقفنا، يعني بعدكم أنتم بس يمكن كل الدول كمصلحة لبنان. يعني بكرة أكيد الرئيس رح يكون عنده مقابلة صحفية إعلامية بعد شوي وبيشرح التفاصيل. أنا هيك متى هذه المقابلة؟ ما بعرف، بس هو عم بقول إنه إن شاء الله بهالأسبوع من آخر الأسبوع بيطلع إعلاميا وبوضح العديد من الأمور. بس أنا بما يعنيني هلا كقراءة ولي بدون تنسيق وليس كموقف رسمي، إنه مصلحة لبنان إذا النظام في سوريا قدر بتعاونه مع العرب أو بانفتاحه العربي قدر وبشروط اللي بتوضع العرب مقابل المساعدات اللي ستأتي بإعادة الأعمار، واللي هي إنه التزم بسيادة لبنان وبضبط الحدود اللبنانية وأخذ القرار اللي حكيته قبل شوي بعودة النازحين من لبنان وغير لبنان، بس نحن اللي بهمنا لبنان،
فهيدا بيريح لبنان، وفتحت الحدود البرية بموضوع الترانزيت عبر الأردن والخليج لبضائع اللبنانية، الصناعة اللبنانية اللي اتطورت مؤخرا وتطور، إذا قدرنا أمننا لها لوجستيات ومصاريف أقل بنقل هذه البضائع إلى الأسواق العربية، طب ما هيدا مكسب للبنان. فبمعزل عن موقفنا من النظام، الاستقرار اليوم في سوريا تحت مظلة عربية، هذا الاستقرار يضمن أول شيء حلول سياسية، لأنه بذكرك يعني المبادرات، المبادرة العربية تجاه سوريا مربوطة بقرار مجلس الأمن، مربوطة بالحل السياسي، أنه بالآخر شو بدنا نضل ندعي يضل يقتلوا بعضهم، إذا في حل سياسي بالعكس هذا بيريح لبنان، وإنما حل سياسي يحفظ حق السوريين المظلومين النازحين وغير النازحين، ويعطي رأي للمعارضة السورية يعني بيرفع من منسوب الديمقراطية في سوريا والحريات في سوريا، تيقدروا يرجعوا النازحين بطمأنينة بعودة آمنة. ومثل طب اليوم هيك بس ختاما، تعترف اليوم بقوة الرئيس السوري بشار الأسد بأنه رهانات على سقوط؟ ما بدي حلل، ما بدي حلل، بس انا بقول نحن كنا من الداعيين للنقي بالنفس، يعني من 2000 ووقت الرئيس سليمان مشينا بموضوع النقي بالنفس، ونحن عم نعتبر هلا بننقي بنفسنا، انا برايي بننقي بنفسنا عن هذا الموضوع بالوقت ليش الحاضر. ليش بتحبوا دائما النقي بالنفس؟ ما نحن هيك لا سياستنا لا بس من الوسطية والنقي مش نقيين. لا لا في موقف عم قلت لك، لا لا في موقف واضح من ما جرى وما يجري، ومن وفي مطالبة بحل سياسي، وهذا اللي عم بيعملوه الاخوة العرب، يعني بالاخير راجعين بسلة متكاملة، تبدأ بضبط أول شيء وحدة الأراضي السورية، نعم. السيادة على أراضيها، ضبط الحدود، وقف التهريب والكابتاجون، وهودي لك العناوين في كذا وحدة منهم قديه بيفيدوا لبنان، زائد عودة النازحين قديه بيفيد لبنان، زائد فتح الطريق على الترانزيت، يعني في العديد من الأمور. إذا استقرت سوريا بمظلة عربية ضمن شروط الحل السياسي، ما بعتقد لبنان خسران بشكل عام. قبل ما نقول نحن مع أو ضد، يمكن ضلنا نحن والنظام عندنا مشكلة، بس مش هون النقطة. نقطة لبنان كلبنان ايه بيرتاح، مش لا أهم إذا انضبطت الحدود، يعني أكبر الدول عداء مع سوريا اليوم شفناها بسوريا، والعكس كمان، يعني السعودية عم نشوف ما في عداوة دائمة وصداقة سياسية. يعني ما هلش قلت لك برمضان ما بدي اطلع على يعني ما في يعني ممكن نشوفكم بسوريا ما زال ما في عداء بكير. وهذا قرار بياخده رئيس حزب صراحة، قرار هذا قرار بياخده رئيس الحزب، وهذا موضوع استراتيجي كبير، يعني ملو شو كيف تتطور الأمور، شو بيصير بموضوع الوسطاء اللي داخلين بعدين، السعودي وين موقفه وين دوره، خلينا ننتظر، بدأ بعده مشوار طويل، يعني مشوار طويل، وإنما خلينا نستفيد. تغييب لبنان، معلش بس قبل ما ننتقل للاستحقاق الرئاسي، تغييب لبنان عما حصل، يعني عن غيب عن الأردن، وإنما هلأ رجع أقحم، رجع أدخل إلى الملف، يعني هلأ بمصر اجتماع وزراء الخارجية العرب، رجعوا شكلوا لجنة للمتابعة مع الحكومة السورية، ولبنان لا هلأ الشغل الجد، يعني هلأ اللجنة اللي فيها أردن وعراق ومصر ولبنان والسعودية، هيدا الجد هلأ بلش الجد بموضوع النازحين، موضوع التهريب، يعني لازم اللبنانية نستغل هذه اللجنة ونستفيد من هذه اللجنة، لنحط على الطاولة كل مطالبنا اللي بتفيد لبنان واللي عم نتضرر فيها من الوضع الحدود السورية. طب بما يحصل، بكل ما يحصل في المنطقة، أين كيف بينعكس على ملفة لبنان وبمقدمة الاستحقاق الرئاسي؟ قبل كنا نحكي السعودية نائية بنفسها والدول وآخر همنا الملف اللبناني، طب اتضح أنه لا، مش السعودية نائية بنفسها رغم كل ما يقال، وشفنا جولات للسفير وليد البخاري، زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي يمكن أكثر من مرة، السبت كان عنده زيارات على مختلف القيادات، اليوم عند الرئيس نجيب ميقاتي. بدك تقلنا شو الجو المزبوط اللي حامله السفير السعودي؟ كل فريق فسروا على ذوق، أنتوا على ذوقكم والفريق الآخر، يعني أنت مش قصدي الاشتراكي فقط، ولكن هذه الجهة والفريق الآخر اعتبروا أنه هيدا موقف داعم لوصول سليمان فرنجية.
بدل الجو الدائم. ليك واضح الموقف السعودي، السفير السعودي سعادة السفير واضح جدا، ونفس الرسالة وديها للكل، اللي هي رسالة دبلوماسية واضحة لا تحتمل هذا، يعني في نقاط محددة، الإسراع في الانتخابات، إنه ما في فيتو على حدا، بس بالمقابل إنه ما في ما فيتو بندعم كمان حدا. ما بندعم حدا، يعني هيدي ألغت هيدي. نعم. ورئيس يكون في عليه توافق، يعني العنوان، كلمة التوافق العنوان، هو الكلمة اللي هلأ بهالشهرين ستتقدم الصفوف على كعنوان لرئيس الجمهورية المقبل. عليه توافق، بتلاقي الوزير الخارجية الإيراني إجا نعم. حكى بتوافق معك، وزير الخارجية الإيراني، الوزير الخارجية السعودي أو السعودية هلأ عم يحكوا رسالتهم التوافق، الأمريكي ببيانه وزارة الخارجية حكت بأنه يكون يمثل أكبر عدد ممكن أو يمثل الشريحة اللبنانية الواسعة. في بس الفرنسي قد يكون بهذه المرحلة شايف التوافق يعني توافق فريقين، بعده كأنه نحن بعدنا 8 و14 أذار، علما أنه الرئاسي فرزت 8 أذار وفرزت 14 أذار، بطلت هالانقسام العمودي، بس الفرنسي بعده شايفها أنه 8 أذار خليها تكون لرئيس الجمهورية و14 أذار، واللي هي بهالمرحلة مش موجودة بقى هالاصطفاف ال14 و8، والفرنسي حاول يسوي هذه الفكرة لم تنجح، يعني واضح انه سقطت النسع، المبادرة الفرنسية، سقطت. يعني انا في المبادرة كمبادرة، يعني الدور الفرنسي زي ما نحكي نعم. سيستمر، يعني اوكي. فرنسا سيستمر لها دور، وفرنسا راح تضل رائدة بهذا الملف، وانما هذا الطرح برأيي لم يكتب له النجاح، ربط الحكومة بالرئاسة. طرح هلا ما القيادة معناتها، الفرنسية، ما عم بحكي كرئاسة، بحكي رئاسي مع حكومة، واحد فريق والتاني فريق اثبتت فشلها بانتخابات الماضي، انه اجى اقوى رئيس بال 8 اذار واقوى رئيس ب 14 اذار سعد الحريري والرئيس ميشيل عون، ولم تنجح التجربة، بالعكس زادت التعطيل والانقسام وكربجة النظام السياسي والأداء السياسي في البلد. يعني طرح المقايضة الفرنسية سقط، ورئيس التوافق هو عنوان المرحلة أنا المقبلة. هذا رأيي، يعني واضح كل القوى الأساسية. هلا وين الدور اللبناني؟ هون المسؤولية الوطنية على اللبنانيين، أنه نروح نحكي مع بعضنا، يعني كيف بدنا نتوافق بدون حوار؟ أنه يفترض أنه نحكي مع بعضنا، عم بيصير حكي ثنائي وثلاثي، يعني واضح انه في وسطاء كثير، من الاستاذ ابو سعد للاستاذ للدكتور سكاف، حنحكي على كل مبادرة للكل، تاني. يعني كلهم عم يتحركوا، بس انه ما كان، ما بيمنع تكون الحوار مباشر اكثر، ونحاول نختصر ونوصل لتوافق على اسم اثنين ثلاثه ننزل فيهم على مجلس النواب، والا برايي انا بعد فتره ليست ببعيده رح يجيكي هالاقتراح الأسماء من برا، وأنه تفضلوا نقوا من هالأسماء. طيب، بس أنا لما بسمع السفير السعودي اليوم عم بحكي كصحفية، عم نحكي من انتقال الموقف من فيتو، صح؟ صحح لي إذا أنا غلطانة، إلى غض نظر سعودي، فينا نقول هيك على أمكان لا، وصول؟ فينا نقول أنه شو؟ التسويق اللي تم للموقف السعودي بموضوع الفيتو، هو ما كان فيتو على شخص سليمان فرجي، هو كان عدم تطابق بالمواصفات اللي طرحينها، ان كان اللقاء الخماسي الدولي، ان كان اللقاء الثلاثي بنيويورك قبله، وان كان الموقف السعودي الواضح للانفتاح على مساعدات ودعم واستثمارات في لبنان. فاكثر من فيتو، الفريق هون حولها الى فيتو، وصارت موضوع السعوديه عم ينوضع اعلاميا امام الراي العام انه السعوديه معرقله للانتخابات الرئاسيه، لانه حاطه فيتو على احد المرشحين لفريق اساسي. بقولها انه ما في فيتو، تحررت السعوديه ممن يريد ان يتهمها بالتعطيل، انه ما بقى تقولوا انه ما بيصير انتخاب رئيس لانه السعوديه حاطه فيتو على احد المرشحين. انا ما عندي فيتو، بس بنفس الوقت ما راح اروح اقول لحلفائي ولهذا انه روحوا صوتوا له او صوتوا لغيره. فبالتالي خرجت السعوديه، او خرج من يريد ان يضع السعوديه في موقع المعرقل، سقطت كمان، سقطت فكره وضع السعوديه في مكان المعرقل. طيب، كما سقطت هذيك اوكي، كانك عم تقولي ما في كان فيتو سعودي على شخص معين، فهم خطا. لا، ما فهم خطا، بس الموقف المستجد شو بدل؟ بس قل لي شو بدل هذا الموقف للسفير السعودي؟ يعني حير الجميع، قل لي عمليا وين بنقرشها؟ انا يعني برايي بالشكل قد يكون مثل ما عم تقولي، ناس احتارت وناس حست باحباط، انه والناس انبسطت بشكل غير يعني ما له اسس، بس انا برايي بالشكل قد يكون هيك، بالمضمون ما تغير شيء، يعني الموقف السعودي من البدايه بالمضمون هو ذاته،
انه نحن ننصحكم بمواصفات، حطينا مواصفات لن ندخل في الاسماء. باجتماع الخماسي نفس الشيء صار، لن نتحدث بالاسماء. الموفد القطري اللي اجى اللي كمان تحت فينا نقول مظله سعوديه، يعني القطري عم يتحرك بمظله سعوديه، كمان ما حكي بالاسماء، استمع. فنحن عم نفترض انه لا في اسماء في على بتقليلي بالموقف السعودي، لانه قطر وقائد الجيش وكله هلا بتقليلي بتقليلي انه السعودي لا يتمنى بعض الشخصيات، قد يكون بتقليلي ما عم بيوشوش بعض تبروق روق عم تعطيني كثير قصص. بس خليلي وحده وحده، نقطه نقطه، يعني قبل ما انتقل لمين عم بيوشوش، يعني المضمون برايك ما اختلف للموقف السعودي؟ لا لا، ما اختلف. وبالتالي السعوديه لا تشجع وصول سليمان فرنجية، إذا بدي أحكي بالمواصفات صح، لا إلى رئاسة الجمهورية. لا تشجع إيصال رئيس فريق، رئيس فريق سيشكل تحدي لفريق آخر بمعزل مين هو هذا المرشح. وهي مش بس السعودية، السعودية وأمريكا وغير يعني غير رئيس السعودية. من فريق معين، رئيس من فريق معين. نعم. قبل ما هذا الرئيس هو يقدر يقنع الفريق الآخر أنه أنا ماني تحدي، يعني مثل نحن ميشيل معوض. طيب نحن ما شايفينه تحدي، كتير مش شايفين تحدي. وانا ما قدرنا اثبتنا هالشيء، ضل الفريق الاخر ما اعتبره تحدي، فاحتسب رئيس تحدي. من الجهه الثانيه نفس الشيء، يعني كل ليش عم تعتبره سليمان فرنجية؟ انا بدي اسال اسئله الاخرى، ليش عم تعتبره رئيس تيار المرده هو عن جد رئيس تحدي؟ طب وين شفتوا له موقف تحدي او بيقولوا عنه اوساطه انه هو قدر يحكي مع الكل؟ هو قال بلسانه يعني بالمقابله الاخيره. عم يعتبر يعني مع احترامنا للسيد فرنجي وصديق. نعم. وطوني مستقبله كبير ونحن بنحبه وصديقنا. بس انه عم نحكي بعيدا عن الشخص، هو مرشح فريق سياسي معين، واضح المعالم، واضح العناوين، يعني منه مستحيين فيها. وهو يعني اذا فيه ميزه من احدى الميزات المهمه بسليمان انه هو صريح، ما بيستحي بمواقفه، لا يتنكر لهذا. اذا بترجع بتراجع التويتات اللي عملها على مدى العشر سنين واضحه جدا، وهو بيقول لك ايه وبعدني متمسك فيها. فكل المواقف تنم انه هو جزء من فريق معين وهذا الفريق رشحه. بس هيدي النقطة. أما الأمور الثانية لا، يتمتع بكل الصفات. هلأ بهالمرحلة لحد اليوم ما قدر أقنع فريق واسع من المسيحيين أنه مني جاي تحدي لكم، وبنفس الوقت ما قدر أنا الدول العربية أنه لن يكون الأمور كما كانت في السابق، ستتغير الأداء الرئاسي والحكومي ستتغير. بانتظار أنه هو يعالج هذا الملف سيبقى بنظر العالم أو العالم اللي بيحاول يساعد لبنان وبنظر الفريق الآخر سيبقى فريقا، يعني مع احترامنا ومع كفاءته ومع بس كل بس تحدي لمين؟ يعني بس سؤال، هو إذا بدي أعتبره أنا رئيس تحدي بس بالجدال، تحدي لمين؟ تحدي هلا صارت بعد يعني بعد هالمرور الزمن، تحدي صارت كلمة كبيرة. فريق، رئيس فريق، إن هو ينتمي إلى فريق معين. طب هلا بطل بدنا كمان رئيس ينتمي لفريق معين، يعني سلم جدل اتفقوا المسيحيين على اسم حدا منهم وينتمي إلهم، بنبطل نحن نجيب فريق أهوان. معين؟ نعم بتصير أهوان. بس ما أثبتت التجربة فشلة، إنه إجا الرئيس متفقين عليك يعني واختلفوا تاني يوم. وهذا الشيء لا، ما رأيي أنه ينطبق فقط على الرئيس، ينطبق على رئيس حكومي المقبل كمان. نحن بحاجة جوال، نحن يعني بدنا نرجع نتأكد نشوف كيف وضعنا اللبناني وقعنا اللبناني. ما بقى فينا نمشي بزنس as usual، ما فينا، ما كان يصلح في الماضي لم يعد يصلح لنقدر نطلع من أزمتنا. بدك تكون عم تفكر بطريقة أخرى. نعم. مش فقط رئيس ما يكون فريق ورئيس حكومي ما يكون فريق، ووزراء ما يكونوا جايين ليخدموا فريق، ومدراء عامين اللي بده يتعينوا ما يكونوا جايين ليخدموا فريق. لا يمنع أنه تكوني أنت عندك محبة لفريق معين، بس ممنوع تجي تبيضي وجهك مع فريقك أو لتقوي فريقك على فريق الآخر. بدنا نجرب نوصل لمرحلة نفصل شوي الأداء والإدارة والقطاع العام عن الحياة اليومية، اللي هي الحياة اليومية عن الناس، عن مصالحنا السياسية والمحاصصة وكذا. إذا بلشنا المحاصصة بالرئاسي وعززناها بالطرح الفرنسي، الرئيس حصة لفريق والرئيس حكومة حصة لفريق، معناتها كفت هذه المحاصصة بالوزارات، كفت بالإدارات، كفت بالقضاء. وين راح لبنان؟ بعدنا مطرحنا بالوقت اللي أنا اليوم اللي بيهمني بدي أعرف منك،
تقدمي الاشتراكي شو رح يعمل. لأنه امبارح في موقف كمان كتير لافت لكل المستمعين للقارئين للمحللين بالسياسة، لرئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جملاط من عين التيني، يعني حرفيا أنا حرفيا عم بنقله، لا أستطيع أن أتخذ موقفا من دون استشارة تيمور جملاط لأنه رئيس اللقاء الديمقراطي. هلأ وليد جملاط حافظ الألقاب، يعني طلع وقبل قال إنه نحن ما حنمشي برئيس تحدي، وطلع قبل ورشح أسماء منهم جوزيف عون، منهم يمكن جهاد أزعور، اللي كلهم منهم أسماء تحدي اللي رشح وقال مفتوح السنة. يمكن جوزيف عون بالنسبة لكم مش أسماء تحدي لرأي لا بس إنه أعطونا أسماء تاني، ما يعني حطوا تاني بالسنة. قبل كان في موقف، شو اللي تبدل اليوم لحتى يطلع رئيس الحزب التقدم الاشتراكي ويقول أنا بدي شاور رئيس اللقاء الديمقراطي؟ هل من استدارة جملاطية متوقعة من بعد جولات السفير السعودي، وممكن يكون وليد جنبلاط هو اللي بيرجح كفة فوز أو وصول سليمان فرنجي إلى قصر بعبدة؟ هلا إذا جينا حسبناهم بالنقاط، لا يعني ما واصل لل 65، حتى إذا فرضية حتى مع أصوات ما الإقاع واصل، يعني إذا بتجمعيهم حركة أمل وحزب الله وبعض المستقلين مع الكل ما عم توصل أكثر من الأربعينات، وطيب زيدي عليها 8 ما بعدك بالخمسينات، لا يكفي، علما إنه وصول الرئيس ب 65 صوت لن يكون حل. وقال الأستاذ سليمان فرنجي إنه هو منه رغبان يوصل ب 65 صوت لانه بيكون وصل بشكل فريق، اكد على ترشحه ووصوله كفريق، واكد على مبدا التحدي، هو ما بيريد هالشيء وحسنا فعل، لانه المهم مش انه يوصل رئيس، المهم ينجح عهده، وهو واعي لهذا الموضوع. طيب. هيدا واحد. اثنين، لا فالاستدارة وحكي الاستدارة يعني منه من النوع اللي يعني رئيس الجمهورية يقرا المرحله منيح ويتطلع وفهمين الماضي وفهمين المستقبل، عشان هيك تريس فعم بيحاول ما يضل الماضي تقل عليه ويكون المستقبل مفتوح. والمستقبل مفتوح طبعا بتيمور، مش من اليوم، قبل اليوم، يعني استاذ تيمور جملاط يعني هيدي تاني دورة انتخابية ما هيك، وفات على بس ما جاوبتني شو اللي تبدل. لبدل وليد جملاط موقفه وقال أنا بدي شاور رئيس اللقاء الديمقراطي بالوقت يلي قبل عطى مواقف وكانت لأنه واضحة، لأنه كل الناس بتقول أنه الأستاذ وليد جملاط والرئيس بري رح يتطابقوا بالمواقف ولن يقول لا للرئيس بري. فأنا برأيي هذا الموقف هو لا مقنعة، أنه القرار مش هلأ، أنه فالناس ما تفسر شو انحكى جوا، الناس ما يعني ما تفترض انه تم التوافق بين الاستاذ وليد جملاط والرئيس بري. عم بيجي يقول القرار ليس لي وحدي، مع انه رئيسنا وكل شيء، القرار لا بدي استشير تيمور جملاط، وبالتالي عم بيجي يقول ما تفسروا شو صار حكي جوا رغم صداقتي وعلاقتي الاستراتيجيه. ليش صار حكي بامكان سير وليد جملاط؟ لا بكون صار حكي بالرئاسه، هلا شو صار ما حدا بيع، بس يقعدوا مع بعضهم لوحدهم لو بده يعرف كان جاب معه حدا. هلا مش كثير انا عدني بهالجواب، بس التصريح اللي عمله في الخارج عم بيقول ما تفسروا ما حصل في الداخل، لانه اي شيء سيحصل بده يكون بالتنسيق. يعني فينا نقول ما يحكي عن استداره جملاطيه غير صحيح؟ انا مني شايفها هلا، ومني شايفها بتوصل سليمان فرنجي، يعني حتى لو حصلت لا توصل بلا لا اقول لك كيف بي 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 بس تفكير ثنائي الشيعي، انا ما عم اقول لك انه انا كصحفيه. هن بيقولوا اذا حصلنا على اصوات اللقاء الديمقراطي، يعني هولي اذا كانوا مضمونين منضل نحصل على بعض الأصوات من القوات أو التيار الوطني الحر من تحت الطاولة. برجع نقول وجهة نظر السنة إيش يعني بتجيبيهم والستة وثمانين ما بيغض نظر السعودي إنه نحنا ما عندنا مشكال، ما في الفيتو السعودي، لأنه مع الغاء الفيتو قال لن أضغط على أحد ولن أحاسب، يعني السعودي لن يحاسب أي فريق حليفه على أي موقف بيأخذ. طيب ولا فيتو على وصول أي شخص، يعني هي ما شفتها. طيب ما في فيتو، بس كمان ما في، لن تؤثر على علاقة مثلا إذا بتسمي القوات، لن تؤثر على علاقة القوات مع السعودية في حال القوات قررت تقاطع، يعني ما رح يأثر على علاقتهم بالسعودية وإن كان السعودية لا تمانع. فالموقف كتير ذكي، الموقف السعودي الدبلوماسي كتير ذكي، يعني أعطاك بمحل وأخذ محل، ما تحملوني موضوع التعطيل وما تحكوا بلساني باسم أو اسم آخر. فموقف كتير سليم وكتير واضح. والحراك بدنا ننطر، انا برايي هلا القمه العربيه وما بعدها
من لقاءات إعادة لقاءات الخماسية، أنا برأيي رح يبلش يتظهر شيء جدي. يعني كأنك عم بتقلي بعده رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي على موقفه طبعا طبعا، من عدم وصول لا رئيس يعني تحدي. بعدنا إذا بكرة بيدعي الرئيس بري وبعدنا ما اتفقنا كمعارض على حدا رح نحط ميشيل معوض، يعني بكرة يدعينا الرئيس طيب بري احنا قبل ما ميشيل اطلع معوض. فاصل، ليه تريث رئيس الحزب التقدم الاشتراكي بإطلالته الإعلامية؟ وكمان في كتار كتبوا انه تريث، وهلا بعدك عم تقلي والكل يجمع ان وليد جنبلاط احبوا البعض او كرهوا البعض. حدا بيقرا ما بالسياسه هو عم كثير يستكمل، منيح، بيقرا عم بيكون بالمنطقه عم شو يستكمل بيصير. قراءته، هلا عم يستكمل قراءته على عم اللي صار جوال، اللي عم بيصير بالمنطقه منه قليل، يعني كان التفاهم الايراني السعودي، نعم والاهم من التفاهم سرعه التطبيق، يعني انا كنا متوقعين اوكي صار تفاهم، بس وبذكرك وقت صار تفاهم قبله بثلاث ايام السيد حسن شخصيا قديش مطلع، قال اللي ناطر اتفاق سعودي ايراني بده ينطر كثير التنين، طب الخميس صار الاتفاق، يعني ليكي انه عم بيصير شيء كتير اكبر من لبنان واللبنانيه، ما كتير نعطي حالنا دور، فصار اذا السيد حسن مش عارف انه في اتفاق طب الخميس التاني اوكي ورجعنا هذا الاتفاق على اساس شهرين بيفتحوا السفارات، لقينا انه باسبوعين صار كتير خطوات وعم تتسارع الخطوات نحو الايجابيه، وهذا شيء مهم للبنان، يعني خلينا ناطر نستفيد. بركي بيغير موقفه من السير بسليمان فرنجية، هيك ناطر والله وليد الموضوع جنبلاط. اكبر من اسم محدد هلا بده يصير، يعني اللي عم بيصير بالمنطقه واللي ستنعكس اكيد ايجابا على لبنان، يعني ما نستخف باللي صاير بالمنطقه وما نستخف بمدى انعكاسه الايجابي على لبنان، رح يصير موضوع الرئاسي والحكومي المواصفات هي الغالبة، ومين ما اجا ما قادر يطلع من هذه المواصفات او من خارطة الطريق، يعني رح يكون مثل ما نحن ماشيين غصبا عنا البلدان كلها بدها تدخل بخارطة طريق معينة تواكب هذه الايجابية، لانه لا الايراني رح يقبل حلفائه في لبنان بسبب مواقف معينة خربطوا لهم العلاقة مع السعودية، ولا السعودي رح يقبل حلفائه في لبنان بسبب حسابات شخصية خربطوا لهم سيادة، يعني الأولوية هي هذا التفاهم الكبير، ولاحظ الوزير الإيراني وقت اجى حاول يلتقي مع كل الأفرقاء فيودي رسالة مباشرة، وهذا اقحام مباشر، يعني كنت انت وقت تحكي مع الإيراني قال لك روحي شوفي حزب الله، لا اجى هو شافك مباشر، ما هو هالمرة عارف الإيراني موقف حزب الله وما قال بس لي، اجى انا بيعرف شو الإيراني عم موقف يعني حزب يحاول الله. يتواصل بالمباشر، صار انه القرار اكبر صار من حلفاء ايران في لبنان، القرار اكبر من حلفاء السعوديه في لبنان، والقرار صار كبير كثير وبايجابيه، من خدها سلبيه، المهم نحن نحافظ على سيادتنا، نحافظ على ماء وجهنا، ونروح نتصرف بشكل وطني، ونطلع من الحسابات الضيقه، وبدنا كل واحد يعرف شو طلع لي انا من الرئيس الجاي، شو طلع لي من الحكومه الجاي، يعني نطلع من ذهنيه المحاصصه اللي كان بنياني، ونروح هلا نلاقي هيدي الرئيس الافضل للجميع، وفي كتير كفاءات مارونيه، في كتير هلا ما كفاءات نحكي قادره مين تكون. اللي إذا بعد عندكم اسم معين بدنا نحكي بالحراك القطري وكل هول التفاصيل، ولكن بعد هذا الفصل. عودة لحوار اليوم، عودة لقاء ديمقراطي، أنا فيصل الصايغ، بدي أكمل أنا وياك، بس خليني أشوف المجلس الدستوري مباشرة مع القاضي طنوس مشلب رئيس المجلس الدستوري. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يسعد الصباح. تحياتنا للرئيس طنوس. ريس، يعني امبارح شفنا معلومات وأجواء. مين معك؟ مين معك؟ مين معك؟ فيصل صايغ رئيس، نائب فيصل صايغ، أهلا أهلا تحياتي لك. سعادتك كيفك؟ الله يعطيك العافية. يعطيك العافية. ريس، امبارح سمعنا أجواء وقرينا أنه في اليوم اتجاه لصدور قرار المجلس الدستوري بموضوع الطعون المقدمة بالانتخابات البلدية، تمديد لموضوع الانتخابات البلدية، المجالس البلدية. هل في شيء من هذا التوجه؟ ومتى، إذا كان لا، متى فعلا يتم أو هيك يصدر هذا القرار الاتجاه؟ ما بعرف منين عم تيجي اليوم، لانه في غيري كمان عم يسالوني يا قريب يا عنده توجهات باي اتجاه بده يسلك. نحن ما عندنا شيء لحد اليوم، لحد هاي الساعه عملنا جلسه وحده تناقشنا شوي بالموضوع وتعين ووقفنا المفعول وتعين المؤرخ في اليوم التالي، لحد هلا ما اجى التقرير وما عدنا عملنا ولا اجتماع، يعني عم نجتمع مرات افراديا انه نحكي شوي بالهيدا،
بس ما في شيء منه ابدا. يعني يمكن هلا انا عم بحكيك يوصل التقرير ويمكن يضل التقرير للثنين، لانه التقرير اخر النهار فيه هو السبت، ويمكن يجي هلا. يعني لحد هلا كل الاشياء اللي عم تسمعيها منا بمحلها. من بعد ما يجي التقرير، يعني نحن عنا اذا اجى التقرير اليوم او بكره خلال 5 ايام بدنا نعمل جلسه، من هالتاريخ هيدا فينا نعرف انت بده يطلع ماكسيموم 15 يوم. بس ما في شيء لحد هلا ابدا ابدا، ما بعرف لاي هالضيجه. يعني اليوم موضوع دراسه الطعون بعدها بمراحلها الاوليه مثل ما بفهم منك؟ بعدها باول مرحله، يعني بعدها، يعني حتى ما اجتمعنا وتناقشنا انه شو الضرر اذا وقفنا مفعول القانون، وشو الضرر اي اكثر او مش اكثر، هذا اللي تناقشنا فيه. بس بعد ما حكينا بشيء بعد طب متى المهله، خليني اقول النهائيه، هي قبل اخر ايار صح؟ المهله النهائيه اذا بدنا ناخذ كل يعني المغطى، يعني اذا التقرير تقدم باخر النهار واخذنا الخمس ايام للهيئه يطلع ب 31 الشهر. قبل 31 ايار صح؟ ويمكن يطلع ب 25 او 26، يعني حسب ما نكون، يعني ما عم يمكن يجي التقرير اليوم يكون انه كثير مدروس، ندعي لاجتماع بعد يومين ثلاثه، وخلال يومين بيطلع التقرير بيطلع القرار. طيب ريس، بعرف ما حد جاوبني على السؤال انه رايك حضرتك بموضوع الطعون اللي قد تكون تطلعت عليها. بعرف بحب جاوب، ما تبقوا تسالوا اسئله ما تجاوب. ما انا خليني كفي، ما انا عم بسالك لانه عارف ما حد جاوب عليه. اوكي تفضلي. سؤالي، هل انت اليوم تتعرض لضغوط سياسيه ما لحتى ان يصدر هذا القرار تماشيا مع رغبات بعض الجهات السياسيه؟ وبكل صراحتك قلنا اياها المعهوده. راح اقول لك اياها بكل صراحه. اول شيء كلمه ضغوطات ما بعرف شو بيقصدوا فيها، يعني يمكن لو بيستعملوا موني بيفهمها الواحد. يعني نحن 10، اذا انضغط علي بحطوا لي، بيجمعونا للعشره بحطوا لنا طرد براسنا، عملوا هيك او ما تعملوا. بس انا رح جاوبك باوضح من هيك. انا شاغل 40 سنه بالعدليه بمراكز حساسه، والي هون هلا 4 سنين. اقسم بالله وبشرفي انه ما حدا سالني سؤال بملف اكثر من انت بتطلع القرار اكثر من هيك، ولا حدا بيتجرأ لانه بيعرفوا انه ما رح يكونوا مبسوطين. يعني والزملاء ما حدا قال لي انه لحد هلا ما حدا قال لي انه حدا سأل سؤال. طيب ختاما التوقعات انه اكيد مش قبل 31، يعني عم بحكي انا مش نهايه 31 تقريبا، يعني في غضون فينا نقول اسبوعين قد يصدر القرار. في احتمال نحن اليوم الثنين، اليوم في احتمال اسمه باخر النتيجه. شكرا لك على كل هذه المعطيات وهذا التوضيح، يعني كنا بحاجه لهيك استحقاق مهم التوضيح من المعنيين. شكرا ريس على هذه المداخله. شكرا لك استاذ فيصل الصايغ. اكيد بدنا نحكي انتخابات بلديه اذا تسنى للوقت، بس خليني اكفي الاستحقاق رئاسه تمشتت الافكار. في فكره صغيره نسكره، يعني حتما المجلس الدستوري بدنا ننتظر قراره كلنا، وانما خلينا نلفت نظر، المجلس الدستوري عاده بيرعى او معني بموضوع استمراريه المرفق العام، فما حدا يتخيل انه راح يطلع قرار يفوتنا بالمجهول. لا، عاده قرارات مجلس الدستوري بيلحظ الواقع، بيلحظ استمرارية المرفق العام، وبالتالي قد يعطي مهل محددة لتطبيق لإجراء الانتخابات. ونحن كمجلس نواب وقت انعملت ماكسيموم سنة، بس ما جينا قلنا أمددوها سنة، قلنا تمديد تقني أكثر، يعني بالأكثر يكون سنة، بس ممكن نعملها بعد شهرين بعد ثلاثة بعد أربعة، لحظة اللي بتكون الحكومة مستعدة. فالموضوع عند الحكومة، إذا مستعدة بأيلول بينعمل بأيلول، مستعدة بتموز هلا هو قال الريس مشلب أنه يمكن نهاية الأسبوع يطلع القرار الحالي، يمكن بس ما نخاف أنه يطلع القرار يدفع لبنان إلى المجهول. لا، عادة المجلس السوري بيطلع قرارات موزونة ترعى بتراعي فكرة الاستمرار للمرفق العام، بتراعي فكرة الاستقرار العام بالبلد. طيب ساعتها شو بيصير؟ تمديد تقني شهر؟ بس نحن المهم ممكن يحدد مهلة انه بدل السنة يعملوها 6 اشهر من هلأ لأيلول يعملوها. هي بس خلينا نكون صريحين بدون رئاسة
بدون رئيس جمهورية وحكومي وإعادة تفعيل الإدارات في مشكلة لوجستية. يعني احنا المشكلة ما كانت 9.8 و9 مليون دولار، المشكلة كانت انه طيب في ألفات، يعني عندك 1000 بلدية 1050 بلدية، بدك 100 ألف إخراج قيد، بدك 100 ألف سجل عدلي، بدك طيب ما كلنا بنعرف يعني روح اليوم جيب إخراج قيد. فمرحلة الترشيح كانت مشكلة بالفترة الزمنية القصيرة كمستردات ووصل مالي وطوابع، لما كانت الإدارات كلها مضربة، وبعدها هلأ عم تفك الإضراب مثل تست إذا رح يزبط فك الإضراب للإدارات العامة. طيب بانتظار القرار مثل ما قال، ما بعرف اذا اتجاه انه كلنا بدنا باقرب فرصه انتخابات بلديه، بس نكون قادرين تكون قادرة الحكومة تجريها بشكل جدي. طيب خلينا نكفي بالاستحقاق الرئاسي اللي بعرف البلدية مهمة، بس الاستحقاق الرئاسي كل العالم ناطرته. جولة المفد القطري، في مفد قطري كان عم بيجول ولو بعيدا عن الإعلام، مظبوط الجو أنه عاد ليطرح ويشجع اسم قائد الجيش جوزيف عون للرئاسة، هذا ما تريد قطر؟ كنت عم تقلي أنه بتنسيق مع السعودية. لا، قطر أنه ما بتشتغل بدون طبعا بدون تنسيق مع السعودية، ويعني اللاعب الكبير بالموضوع هو السعودي، وظهرت هيدي حتى بمساعدات القطرية للجيش. يعني وقت اللي اجا ونحكى بمساعدات نقدية للجيش، القطري أبدأ استعداد بس طلب أنه طولوا بالكم بوقتها، يعني خلينا نجيب الموافقة السعودية. فالقطري ما بيستفز السعودي بأي حركة عم بيقوم فيها، ومعتبر أنه هذا عمل بيكمل بعضه، نتكامل نحن والسعوديين في أماكن قادرين يدخلوا عليه القطري السعوديين بحجم ما بيريدوا هلأ يدخلوا فيها وبعض الحساسيات. فعم بيلعب هذا الدور بخيمة سعودية إذا بدنا نقول بتنسيق مع الأمريكي وحتى مع الإيراني. يعني القطري بيظهر فاتح خط بهذا الموضوع بهذا الدور مع الإيراني ومع الأمريكي، يعني نيابة عن السعودي. هذا التنسيق فجدي، فالتحرك القطري وإن كان بعتقد الأمني شوي، كان المفادين أكثر بعد أمني، بس إنما جدي بعيدا عن الإعلام، وأكيد بيكمل الوفد القطري اللي اجى سابقا وكان علني وعم يستمع. يعني هذا التنسيق يشمل ايضا التنسيق على طرح اسم قائد الجيش، كمان تنسيق بين قطر والسعوديه كمان. هلا كان يعني خلينا نكون صريحين، كان مطروح الموضوع بفتره من فتره، كان مطروح الدول الخمسه يمكن باستثناء فرنسا اللي حسمت قرارها، كانوا مؤيدين لوصول قائد الجيش، يعني الامريكي والقطري والسعودي والمصري وكذا، بالاجواء كانوا قريبين لفكره ايصال قائد الجيش. تراجعت قليلا بعد لانه صارت قصه التعديل الدستوري وكذا، هلا راجع يتحرك الموضوع. هل حركوا القطري الموفد القطري؟ صراحه ما بعرف، لانه اجوا بشكل كتير بعيدا عن الاعلام وعم يلتقوا بناس معينين ومحددين، بس ما انه سر انه القطري ايه مع يعني يرغب يمكن انه يشوف قائد الجيش، السعودي كمان يرغب، الامريكي لا يمانع. يعني بعتقد يعني رجع هلا يطرح قائد الجيش بهالكم يوم، عم نرجع نسمع طرح قائد الجيش. اذا لم كلبنانيين كافرقاء لبنانيين لم نتوصل الى توافق معين، قد نواجه. يعني انا برايي بحزيران في حركه جديه إقليمية دولية باتجاه الدفع بانتخاب رئيس في لبنان. إذا نحن من هلأ لوقتها القوى السياسية المبادرات اللي عم بيعملوها، إن كان دكتور سكيف إن كان ما وصلوا إلى أسماء نقدر ننزل فيها على مجلس النواب، قد يركب التوافق على من برا. يعني حيجيك اسم أو اسمين من برا يقول له تفضلوا روحوا انتخبوا أحد الاسم. يعني أنت بتوافق غسان سكيف امبارح كان في له كمان كلام لافت أنه بحزيران في شيء في جدية. يعني من بعد 15 هلا من بعد القمة وبالقمة خلص الملف الرئاسي فتح، وفي شبه تحديد مهل، يعني في دوليا فهمانين انه لازم بحزيران، ما رح يقبلوا لبنان والغنج بعد الغنج اللبناني يخرب الاتفاقات الكبيرة اللي عم تصير على مستوى المنطقة، ان كان ايرانيا سعوديا وان كان على مستوى اخر. التوتال مشي الباخرة الحفر والاستكشاف مشيت، صارت على طريقة لهون كمان في مصالح. يعني الناس بمحل، العالم بمحل، ونحن
بعدنا عم نفكر بالطرق القديمة. بس هناك جدية خارجية ومهلة خارجية أعطوها الخارج لحتى ينتخب لبنان بحزيران. هيدا أنا برأيي معنا لا مش إنه بيجي بيقولوا لك هذا، بس أنا برأيي الأجواء كلها تعكس إنه معنا هالشهر بعد نتصرف بشكل وطني ونروح نوصل إلى تفاهم وتوافق على اسمه، وإلا رح يصير في ضغوطات جدية، قد نشهد عقوبات، قد نشهد بمكان ما عقوبات، بمكان ما أمور أخرى، وتدخل دولي وإقليمي أوسع بموضوع الوصول إلى رئاسة الجمهورية. ما بدي أقول فرض، وإنما بموضوع وضعنا أمام مسؤولياتنا. أنتم بتموز في حكمية مصرف لبنان ستشغل، في تطورات كبيرة عم بتصير بالمنطقة، ما حيقبلوا لبنان يخربط هذه التطورات كلها. يعني في مهلة حتى حزيران للتوافق على رئيس الجمهورية، وإلا في ضغوطات خارجية تذهب لحد العقوبات؟ هيدا هيك تبلغ، هيك تبلغ. لا هي يعني مش تبلغ، انا بقرا السياسه بحلل. لا 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 هي مش تحليل والله بحلل. هي معلومات بدها تكون في صح؟ جو يعني لما اثنين من السنه الامريكان من فتره جمعتين او ثلاثه بيبعتوا رساله ديمقراطي وجمهوري والاقوى، وهن اقوى اثنين باحزابهم بالسنه الامريكي، بيبعتوا لبايدن انه مطلوب تتدخلوا لاسراع في انتخاب رئيس جمهوريه وعدم فرض رئيس بالطريقة اللي كانت ماشي من قبل حزب الله، وبيسموا بالاسم كمان حلفاء لحزب الله. هيدي إشارات، وبيطلع من وراها الخارجية الأمريكية كمان بتطلع بيان بهذا الهوى. واضح انه الضغط الدولي، ما تنسي القضاء الاوروبي عم بيشتغل على ملفات كمان مالية وبنكية يعني في كتير حراك بالخارج سيدفع بالاخير الى هذا الانتخاب. ان شاء الله نحن نقدر نتفق على حدا قريبا. اوكي بس انا لكون دقيقه ممكن تكون. حقول قد نشهد ضغوط اكثر وعقوبات، هيدا القد بتضل يعني حتما سنشهد ضغوط وقد نشهد عقوبات، من ضمن هذه الضغوط سنشهد عقوبات. إيه اذا ما مشينا بحزيران، يعني اذا ضلينا متريخين ومعتبرين انه مش اولويه الرئاسه وما عليه خلص ماشي الحال البلد والامور منيحه ووضعنا كويس، إيه لا ما رح يطولوا بالهم علينا العالم، مع انه نحن مش اولويه لهذا العالم، وانما لبنان لا مش متروك وبلش يعرقل بعض التطورات الايجابيه في المنطقه. يعني اذا لم ندخل في الايجابيات، ما واكبنا ايجابيات المنطقه، رح نضر هذه الايجابيات، فالناس ما رح تنطرنا. الفرنسي بده يبلش يحفر، والسعودي بده يكفي موضوع الكابتاجون. هل سقط يعني اليوم فينا نقول انه تراجعت حظوظ برايك رئيس تيار المردة مقابل صعود حظوظ اسماء اخرى بالبورصه الرئاسيه؟ انا برايي من هلا لاخر الشهر، يعني من هلا لاسبوعين ثلاثه رح تنحسم هذه الامور، ستتظهر. ما بدي اقول ستتظهر، انا متفائل انه شو باني اذا الداخل اللبناني المسيحي. انا متفائل انه بحزيران عندنا رئيس، انت متفائل انه بحزيران؟ انا متفائل انه عندنا رئيس جمهوريه، وسيكون رئيس مقبول دوليا ونفوت بمرحلة جديدة. معلوماتك يعني من جو خارجي. خارج. لا ما عندي شك أنا عندك جو خارج. طب هذا الرئيس إذا بغياب التوافق المسيحي كيف بده يصير فيه؟ لا رح يصير توافق مسيحي، لا في كتير شخصيات ممكن يتفقوا عليها. مثل مين؟ في كتير. شو بيشكي اول شيء ثلاثه اللي سميهم وليد بيك، شو يعني ان كان صلاح حنان، ان كان اجهاد ازعور، ان كان قائد الجيش، ان كان نعمه فريم شو بيشكي، ان كان زياد بارود شو بيشكي، تفضلوا حطوا هالاسماء كلها بالسلبين، فرزوا لاسمين ثلاثه وبننزل على الانتخابات ومنصوت لهم. وطبعا يضل الاستاذ ميشيل معوض على الساحه، ويضل الاستاذ فرنجي على الساحه، ما لا يمنع. هل 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 التطور اللي بده يصير من هلا لحزيران، عم تقلي بحزيران في رئيس، من هلا لحزيران نحن ناطرين شو بده يصير لحتى توافق يكون على اسم منه تحدي؟ هلا ما تنسي شو اللي بيغير الصوره، ما تنسي الحراك العربي وعلى راسه القمه العربيه هلا. أوكي. ما تنسي اللي صار ما بين السعوديه وسوريا وجامعه الدول العربيه، يعني كله هاي تطورات ايجابيه. ما تنسي انه في زياره للرئيس الايراني على السعوديه بهذا الشهر، الشهرين قضطوا يعني مهله الشهرين اللي كانوا عاطينا للسعودي والايراني لفتح السفارات وكذا، قدروا عملوها قبل الشهرين، وبالشهرين رح يكون تتويج اكبر للامور. موضوع باليمن ماشي حاله، عاملين طبعا مراحل وانما ماشي حاله، ما في لزوم انتظار لبنان
لتنحل على الآخر اليمن وينحل على الآخر سوريا وينحل على الآخر، لما العناوين الكبيرة مبينة إيجابية والخطوات كلها رايحة بالإيجابيات، فلبنان رح يجي دوره هلأ يعني خلص إجا دوره. طبعا تقول حيكون في رئيس توافقي، يعني كأنه بفهم منك الثنائي الشيعي حيروح على الخطة بي بالوقت يلي الرئيس بري اللي هو حليف الإيراني لن الإيراني لن يسمح للثنائي الشيعي أو لحزب الله بالذات أنه يخرب له تفاهماته الكبيرة اللي عم بتصير بالمنطقة. يعني حزب الله بطل صار جزء من هذا التفاهم وليس كل التفاهم. شو يعني سينتقل للخطة يعني لن رح يقول يتخلوا عن ترشيح يعني إسلامية فرنجي يدعموا؟ يمكن يضلوا لا. يمكن يضلوا داعمين بس يبطلوا ضاغطين على آخرين. بس انا اللي بدي اقوله الايراني برايي تعاطيه مع حزب الله بالملف اللبناني بطل محصور بلبنان، صار اذا اي انعكاس لهذا التصرف اللي تصرف حزب الله في لبنان اذا بينعكس سلبا على التفاهمات اللي عم بتصير بالمنطقه إيه لا الايراني بيضغط. وبرايي نحن اذا بدنا نشهد تطور جدي بموضوع لبناني بده يسال حاله حزب الله هل ممكن الخطوة اللي أخذها بموضوع ترسيم الحدود، بذكر أنا أنه السيد حسن طلع وقال أنا ورا الدولة رح كون ورا الدولة، هل ممكن بهذا العهد الجديد وهذا اللي لازم نشهده لنلاقي تطور جدي بلبنان، هل ممكن نسمع من حزب الله بالعهد الجديد يقول أنا خلف الدولة بالموضوع الأمني وبالموضوع الاقتصادي وبالموضوع ضبط الحدود وموضوع ضبط الجمرك؟ ما تستبعدي الأجواء المنطقة. بس لحظة، أنت تنعي اليوم حظوظ سليمان فرنجي؟ لا أنا ما بدخل بالشخص، لا أنت بترجعين لا ما فيني أدخل بالشخص. أنا قلت لي سيكون توافقي، لما بتقلي توافقي يعني مش رئيس تيار المرادة إلا إذا قدر أسوق حاله مع القوات ومع التيار الوطني ومع هيدا شبه الصوري. مستحيل يعني مش أنا اللي عبول مستحيل. أنا عبول رئيس ما بيكون توافقي إيه؟ طيب. إذا قدر سوق حاله بيمشي. بس بعد ما اقتنعت قلت لي إيه ممكن يضل متمسك بسليمان فرنجية. طب لا إذا حزب الله كم صوت عنده؟ قالوا لا. لا ما يعني في شيعة. ما بيقعد في شيعة. لا. شو بيكسير فيه؟ لا بس بيتفقوا بين بعضهم إنه على طريقة وليد باك بيتفقوا بين بعضهم. اجر بالبورو اجر بالبورو يعني ما ضروري يكون صف واحد لا ما ضروري لهيدا المرشح لانه ممكن انه حزب الله ملتزم بس انه ممكن ما يكون الالتزام كامل يعني ما رح تكون موجهه ضد يعني سيد نصر الله قال لما نحط اسم على ورقه بنبطل نسحبه ونحن لما بنحط ايدنا ما بنسحبها. بس منه اللاعب الوحيد ممكن يروحوا 13 صوت تبع حزب الله يعطوه بس ممكن اصوات الرئيس بري ما تعطي او تقبل بالتسويه هيك. يعني ممكن التسويه تكون جزئيه حزب الله كمبدئيا انا بدي حافظ على مبدئي بس بالسياسي ما يضغط على الاخرين انه ما تفوتوا بالتسويه لانه بده تسويه الوضع بده تسويه. وحزب الله برأيي بالمرحلة المقبلة إن شاء الله اللي هو جزء من الدولة نحن عم نقول يكون وراء الدولة اللي هو جزء منه وجزء كبير فيها وأساسي فيها. بس إنه حزب الله هو ربحان يعني برهنت كل الأمور إنه الحزب ربح والمعادلة حزب الله هي الرابحة وشفنا إيران مع السعودية بسوريا والعكس صحيح. طيب كيف معقولة هيك يتخلى عن مرشحه أو دعم ترشيحه تنقول الأمور الدقيقة؟ لبنان ما في ربحان وخاسر بس يكون في رابح وخاسر بيتعطل النظام اللبناني وبيبطل فينا نعمل حكم رشيد في لبنان. ما في ربحان ربح وخاسر. وبالاتفاق السعودي هيدي التصوير اللبناني يعني في مكانة إعلامية قوية عم تحاول تصور الاتفاق السعودي الإيراني هو مكسب لإيران. أنا ما شايفها هيك، أنا شايفها بالعكس السعودي كسبان فيها أكتر أو الخط العربي كسبان فيها على المدى البعيد. الخط العربي كسبان أكتر من الإيراني كسبان على المستوى الداخل وإنما على مستوى الامتداد الإيراني في الخارج لا العرب متقدمين. بعرف أنه عندك صداقة بتربطك بطبيعة الحال رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط غير أنك ضمن هذا اللقاء رئيسنا. بس طبعا وعن جد تيمور جنبلاط مستقبل واعي جدا شخص محترم شخص يعني عنده تفكير هيك شبابي وتفكير اللي بدهن اياه الشباب اللبناني. طيب أنا اللي بيهمني هل ما قاله امبارح رئيس الحزب التقدم الاشتراكي ولي جنبلاط هو غمز لما قال أنا بنطر بدي شاور رئيس اللقاء الديمقراطي كأنه عم بكبه مثل حجة معلي اسمح لي لك إياها أنه جنبلاط يتحجج بتيمور وأنا هيك كتبت يمكن من 3 أشهر بصحيفة الديار. هل عن جد وليد جنبلاط هيدي رسالة أنه أنا يمكن كرمال ما يزعل الرئيس بري وسليمان فرنجية أنه تيمور ما بده سليمان ما حفظ كل الألقاب يعني؟ بس أول شيء يعني وليد جنبلاط جريء كفاية أنه ما يتحجج بحدا إذا عنده موقف بيقوله
بس قد يكون الرسالة ايه المضمون، انا معك بالمضمون، قد يكون انه بدنا نطلع لقدام، يعني اي رئيس بيجي اليوم لست سنين لن ينعكس علي لانه انا بطور تسليم تيمور ومنه جديد، يعني صار له فترة عم بيستلم القيادة السياسية لحزبنا ولا لفريقنا الاستاذ تيمور جملوت، وبالتالي عم بيجي يقول ما يحصل اليوم سينعكس على ادائه لسنوات الى قدام، فحقه هو ياخذ هذا القرار ويتحمل مسؤولية النجاح او الفشل هو والفريق اللي معه، وطبعا بنصيحة من الاستاذ وليد جملوت. فواضح اللي قاله منه تهرب او هذا، يمكن عم يودي رساله انه انتبهوا ايه انا مني محرج اذا تيمور ما بده انا سالتزم معه، وانما في حديث بالعمق بيصير هو وتيمور بيقرروا بهذا الموضوع. بمعرفتك بتيمور جنبلاط المعلومات كلها بتتقاطع عند انه تيمور جنبلاط لا يريد او لا يدعم وصول سليمان فرنجي، تربطه صداقه قويه جدا مع بيت فرنجي واحترام كبير لبيت فرنجي وبيت جنبلاط علاقه تاريخيه. توني فرنجي كمان قيادي واعد جدا للمستقبل يكون الى جانب تيمور، وانما لا الموضوع الرئاسي نحن منا بجو ندخل بتحدي انه رئيس تحدي رئيس فريق رئيس ما قادر يضبط كل يهيئ الاجواء المحليه والدوليه والاقليميه اللي حكينا، يعني متوافق تيمور جنبلاط فمن هلا ل 15 يوم شهر تبين انه هذا الشيء غير صحيح انه منه تحدي قدر اقنع الافرقاء المسيحيه او جزء كبير جزء اقلهم من الافرقاء المسيحيه جزء اساسي قدر اقنع الخليجيين بتصريح واضح او بموقف واضح أوكي. بطل تحدي وصار مرشح جدي بالنسبه لفريق المعارضه. طيب رئاسه حكومه من الاقرب تمام سلام بصراحه؟ اسهم تمام بيك كثير زايده، تمام بيك لك من الشخصيات اللي معتدله جدا تاريخه السياسي بوقت المقاطعه المسيحيه قاطع معهم بال 92 وكلفته كثير بالسياسه بوقتها، فما حدا في زايد عليه بوطنيته باعتداله بقناعته بالعيش المشترك وكذا وبنزاهته ونظافته، يعني وعنده عباره دائما بيقول الاوادم ضل يستعمل كلمه بس مش الأوادم. اعتزل على اساس سياسي؟ لا ما اعتزل، ما حب يفوت بصراع وقت اللي الرئيس حريري انسحب، ما حد يبين انه انا جاي محل الرئيس، لانه لو يترشح ونحن طلبناه وانا من كمان من اللي طلبوا انه انت شكل لائحه ونكون معك ببيروت بالليحه، كان موقفه كتير موزون انه ما بده يبين انه انا جاي اورد بطريقه هيك بيت الحريري بطريقه بشعه، انه الايام قدامنا لا يمنع رئاسه الحكومه لن تشكل استفزاز لاحد، ونجح بفتره صعبه، يعني ما ننسى كان في سنتين الشغور ايام تمام، يعني عاش الشغور وعاش الاداء الجيد كفو نظيف حاكم مصرف لبنان حتما في تغيير، حتما لازم يصير في تغيير وفي تغيير في اسماء كتير مطروحه، احدهم جدي كميل ابو سليمان ما بقى سر انه عم ينطرح جديا بس حيكون أمريكياً. من بعد انتخاب الرئيس برايك ايه اذا مثل ما شايفين رئيس بحزيران بيكون من بعد هالرئيس هويته كيف حتكون؟ مين رئيس؟ رئيس الجمهوريه بقول لك انه في توافق عليه بيكون وبكون عنده بعد اقتصادي منه متطرف عنده بعد اقتصادي يعني مش قائد الجيش انه قادر يفهم اقتصاد هلا ممكن عم نحكي اذا مش قائد الجيش واذا قائد الجيش رح يكون لموضوع لا نختم أخرى. لا نختم من فيصل الصايغ معلومات ما بدي هيك تحليل وانت عندك جوب خارجي براني بدي مين بتشوف الاسماء مش اسم واحد بس الاكثر حظوظا للمرحله المقبله مين هي اسماء رئاسيه جهاد ازعور قائد الجيش صلاح مين ما حدا في لك انه بعرف او ما حدا في او ما في قرار بعد بالموضوع ما في قرار بس في مرشحين جديين ايه قائد الجيش جدي صلاح جدي ازعور جدي جدا كمان قائد الجيش جدي ازعور زار وليد جنبلاط ما بعرف بس في تواصل ما في انقطاع في تواصل بس كل واحد في عنده ناس قبلاني ناس ما قبلاني يعني خارقين الاصطفاف ال 14 و 8 كلهم عودي اللي عم نحكيهم بس بهذا الفريق في واحد ما بده اياه وبدل فريق واحد مبادرة غسان سكيف هي تتعلق بثلاث اسماء مثل ما قال حصرت قائد جيش وجهاد ازعور وصلاح نايف هو عم بيقول ما في اسماء
وبعد قال في ثلاث اسماء بقى. بعد عنده جوله قال في ثلاثة عنده جوله ليحصرهم بواحد، برايي ما راح يقدر يحصرهم هو غسان دكتور غسان ما يقدر. ليش؟ اذا سكر يتخيل ننزل على مجلس نواب، انا امبارح بعثت له انه ننزل على مجلس نواب بتجاوب بالدوره الاولى، بس نتعهد يعني اذا ما قادر يجيب منهم تفاهم على واحد يتفق هو يجيب تعهد انه ننزل بالثلاثه اللي بيجيب اكثر باول دوره بنصطف وراه كلنا بثاني دوره، بصير ساعتها منطق اذا ما قدر جايب تعهد. الرئيس بري حيدعي قريبا لجلسه ولا لا قبل ما يضمن؟ في ضغط هون من قصه الضغط الدولي، في ضغط دولي وفي تبليغ دولي لضروره الدعوه الى جلسه، وانا برايي الجلسه بتعمل شويه اعاده نظر بالاصطفافات، يعني صراحه ضايعه صارت الاصطفافات، كل هالمبادرات ضعنا ما عاد عرفنا شو، فيمكن جولة ولو ما كفت بالدورة الثانية، دورة أولى نرجع نشوف وين نحن شو من هالمرشح. شو هي قصة يعني مرشح. وهي المؤسف إنه ما في مرشح للرئاسة يعني كمان في كتير ناس ناطرين بتقولي لهم بدنا نرشحكم، لا ما ترشحوني كذا ما تحرقوني ما تحرقوني، هي فكرة إنه المرشح حريق إنه المرشح بيحترق، أنا مع فكرة كان إنه لا يتقدموا هالناس الجديين. لن يكون وليد جملات بيضة القبين لوصول رئيس من جهة معينة إلى قصر بعبده؟ رئيس وليد جملات بصر انه يكون هيك عم بيتواضع قدر الامكان وقال في كبار خليهن يقرروا، ما رح هيدي الاقشه السياسيه ولا انه لا لا انه ما رح جملات. ندخل بمجابهه مع حدا كرمال حدا مبدئيا، هيك حاسس انا ما رح ندخل بمجابهه. بدي اشكرك على كل هذه المعلومات لانه في هالحلقه ما مش كلها معلومات، في شيء هيك لا في تحليل وفي توقعات انه مبنيه على شيء ما، مش انه عم نحكي لا نحكي. شكرا لك فيصل الصايغ، شكرا مشاهدينا لحسن المتابعه، وشكرا للمخرج وكل شباب الراجي على التمديد. الى اللقاء.